صباح الخير مشاهدين قناة زاكرة الفضائية، صباح الخير زملائي داخل الاستوديو. في 16 آذار مارس عام 1988 حدثت فاجعة حلبشة، هذه الفاجعة التي ينده لها كل جبين عراقي شريف وغيور على بلده. هذه الفاجعة أثرت على شعبنا الكردي. نحن اليوم متواجدين في شارع المتنبي، هذا الشارع اللي تواجد به جميع الكتب المؤرخة والكتب التي تتحدث عن هذه الفاجعة الأليمة، ويانا موجود أحد المؤرخين هنا. السلام عليكم أستاذ. أهلا وسهلا. في البداية حقيقة شكرا لإتاحة الفرصة ولقناتكم الكريمة. حقيقة أنه هذه المأساة أنه تمر عليها أنه 35 عاما، هذه المأساة اللي ما تنسي في تاريخ العراق سواء كان القديم أو المعاصر. ولذلك أنه نشوف أنه كل الدول سواء في زمن النازية أو الفاشستية أنه هناك مآسي كبرى، مثل القضية الأرمينية، قضية الهولوكوست اليهودية اللي فعلوها الألمان ولا زالوا يستذكروها. فإحنا عتبنا الكبير على المؤرخين وعلى السادة المعنيين سواء أنه كانوا مؤرخين في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ المعاصر، لابد أن نستذكر هذه المأساة وهي وصمة عار في جبين الدكتاتورية السابقة والنظام المقبور. حقيقة أنه هذا عتب دائم وعتب أنه غير متناهي. لابد أنه نستذكر هذه المأساة الحقيقية وهي أنه يندي إلها الجبين العراقي والجبين العربي والجبين الإنساني. لذلك أنه نحب أنه نستذكرها ونذكر الأجيال اللي هي مضى عليها 35 عاما، أنه ربما بعض الشباب أنه ما يستذكروها ولا هذا. فلذلك أنه نعتب ونبلغ أنه وسائل الإعلام والمؤرخين والهذي أنه يستذكر هذه المأساة الكبرى. لذلك أنه كل المآسي اللي مرت سواء على مر التاريخ في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ المعاصر، في الحرب العالمية الأولى أو في الثانية أو حتى السابقة للحرب العالمية، في مآسي نابليون ومآسي الإسكندر، مرت مآسي ولا زال يستذكروها البعض. فلذلك أنه عتبنا الكبير على المؤرخين وعلى الإعلاميين وعلى القنوات الإعلامية تستذكر هذا الحدث الأليم اللي هو فعلا فعلا وصمة عار في تجاه الدكتاتوريات والطغاة والفاشيستية والنازية. لا يوجد صدى واسع لهذه القضية؟ نعم، للأسف انه شبه مهمولة، الا استذكار بسيط، وهذا ما انه يكفي او يوازن انه قدر المأساة والمعاناة اللي عانوها الشعب الكردي في مدينة حلبشة. لذلك انه سواء انه كان في الإعلام او في نصب تذكاره، انه يعني كل البلدان انه الشاعر بسيط انه يقابله نصب في دولته وفي منطقته. فهذه فكيف مأساة كبرى مرت عليها انه 35 عام ولا زالت انه يا دوب هسه انه لو نستوى عملنا استفتاء بسيط انه البعض انه ولا يتذكر انه هذا التاريخ المؤلم. لذلك انه نهيب من الاعلاميين والمعنيين انه استذكار لها سواء كان في مدينة حلبشة او في شارع المتنبي. كنت عايش بوقتها؟ نعم. شلون شاهدت هذه الحادثة؟ هو انا ما كنت، يعني كنت معاصرها بصفة اني كنت عسكري، لكنني سمعت فيها من خلال الصحف والتلفاز ومن خلال قراءاتي يعني المتعددة سواء. فلذلك انه نهيب من كل القنوات انه تستذكر هذه المأساة وهي طامة كبرى حقيقة في جبين الدكتاتوريات والطغاة والفاشستين والنازيين، ولا زالوا انه هم وليس النازية وانما اكو نازيين معاصرين وفاشستين معاصرين. فهاي الذكرى 35 عاما ما شفنا انه فت نوع من التأبيني او حفل تأبيني تجاه هاي المأساة. لذلك نهيب ونعيد ونكرر، وعلى قول الشاعر يقول أعدناها وكررناها وأصبحت أناشيدا للحياطين وهم لا يعقلون. لذلك نهيب مرة أخرى أنه بالاستذكار هذه المأساة الكبرى. وأني أشكرك جدا فيما إذا كان عندك سؤال آخر. إذا أنت كأحد رواد شارع المتنبي، نعم، شلون شاهد الناس إقبالها على الكتب من ناحية أنه حلبشة وفاجعة حلبشة واللي صار بيها؟ نعم. المأساة، للأسف أنه ما أستذكر أي كتاب يتطرق لقضية حلبشة مع احترام الشديد للمأساة الكبرى. كتب معنية بقضية حلبشة واستذكار لهذه المأساة لا يوجد. وأني طفل صغير بالمتنبي وعمري حاليا على أبواب الستين عاما، ما شفت أنه كتاب معني يتطرق لقضية حلبشة.
بالتحديد بالذات هي المأساة الكبرى اللي ما تنسي على مدى التاريخ. النفع مشان حلب تريد لها صدى واسع أكثر من قبل. طبعا لازم احنا شنو نحفز انه الإعلام، نحفز القانونيين، نحفز العسكر اللي هي نحفز العسكريين المتقاعدين اللي كانوا انه لهم ذكرى، اللي كانوا مسالمين وليس انه متورطين في الحدث المأساوي. هذا كله انه يقع على عاتقهم قنوات الإعلامية سواء الكردية والعربية وكلها، لأن هي مأساة تعني للعراقيين قاطبة وأجمعين. يعني أنت بوجهة نظرك أنه مظلومة حلب إعلامية؟ في رأيي الشخصي أنه ما أخذت مجراها القانوني تجاه واقعة هي بحد ذاتها المأساة. لذلك نهيب من كل المعنيين أنه تخليد هذه الذكرى سواء في كان نصب يليق في قدر المأساة. أكو تقصير دولي صار بهاي القضية في وقتها؟ دولي فعلا انه اكو اهم تقصير دولي تجاه القضية حلبجة، تقصير دولي بمعنى نعم صحيح كان وغض النظر عنها بعدين انه من انه سقط النظام الفاشيستي وهذه استذكروها والمنظمات عالمية من هنا وهناك. شكرا جزيلا لك. اشكرك ولإتاحة الفرصة وتحياتي لكم. تحياتنا اشكرك. هلا هلا. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل.